الحمد لله رب العالمين، تكفل بحفظ كتابه العزيز، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، أيده ربه بالمعجزات الظاهرات والآيات البينات، ومن أعظمها معجزة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم رسم القرآن الكريم. ولا يزال حديثنا متصلا عن القاعدة الأولى من قواعد الرسم العثماني، وهي قاعدة الحذف. فقد عرفنا في الحلقة السابقة يا أبنائي أن الرسم العثماني له ست قواعد، هي الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل والوصل، وما كان فيه قراءتان فرسم على إحداهما. وبدأنا الحديث عن قاعدة الحذف، وقلنا إنه يأتي في رسم القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: حذف إشارة، وحذف اختصار، وحذف اقتصار، وبينا المقصود بكل منها. كما ذكرنا أن الحروف التي تحذف من رسم بعض الكلمات في القرآن الكريم هي حروف المد الثلاثة واللام والنون. وقبل أن أبدأ في شرح قواعد حذف الألف، أود أن أشير إلى المنهج الذي سألتزم به في دراسة الرسم القرآني في هذه الحلقات، وهو المنهج الذي اختاره الأستاذ الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني رحمه الله تعالى، شيخ المقارئ المصرية في وقته عند طباعة المصحف الشريف عام 1342 للهجرة، الموافق لسنة 1923 ميلادية. وقد أشرفت على طباعة هذا المصحف لجنة مختصة من علماء الأزهر في مصر، حيث جاء في آخره التعريف به رواية
ورسما وضبطا وغير ذلك. ومما جاء في هذا التعريف مما يتعلق برسم هذا المصحف، وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم، وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، وعن المصاحف المنتسخة منها. أما الأحرف اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف، فاتبع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارئ الذي يكتب المصحف لبيان قراءته، ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرسم من الأهجية المختلفة على حسب ما رواه الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح، مع ترجيح الثاني عند الاختلاف. وعلى الجملة، كل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في مصحف من المصاحف الستة السابق ذكرها. والعمدة في بيان كل ذلك على ما حققه الأستاذ محمد بن محمد الأموي الشريشي المشهور بالخراز في منظومته مورد الظمآن، وما قرره شارحها المحقق الشيخ عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الأندلسي. انتهى المقصود من هذا التعريف الوارد في مصحف الشيخ محمد علي خلف الحسيني. كذلك يا أبنائي، استفدت في تحضير هذه الحلقات وأفدت كثيرا من كتاب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين للشيخ علي بن محمد الضباع شيخ القراء والمقرئين بالديار المصرية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1961 ميلادية. فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد حفظ الله القرآن الكريم بنقله متواترا في الصدور، وكتابته برسمه الأول في السطور. فما قواعد الرسم القرآني في المصحف الإمام والمصاحف التي نسخت منه في عهد الخليفة عثمان؟ وما ظواهر الرسم العثماني التي خالفت الرسم القياسي؟ مرحبا بكم مجددا. نبدأ أولا بقاعدة حذف الألف. حذف الألف جاء في القرآن الكريم على قسمين. القسم الأول ما يدخل تحت قاعدة، وهو خمسة أنواع. أرجو أن تركزوا معي قليلا. حذف الألف في القرآن الكريم في رسم المصحف الشريف جاء على قسمين. القسم الأول ما يدخل تحت قاعدة، أي له قاعدة، وهو خمسة أنواع. ما هي هذه الأنواع الخمسة؟ أولا، حذف ألف جمع المذكر السالم. الثاني، حذف ألف جمع المؤنث السالم. الثالث، حذف ألف ضمير الرفع المتصل. الرابع، حذف ألف التثنية. والخامس، حذف ألف الأسماء الأعجمية. طبعا سنتحدث عن كل قاعدة من هذه القواعد.
القسم الثاني ما لا يدخل تحت قاعدة، أي ليس له قاعدة مطردة في المصحف، وإنما يأتي في بعض المواضع، قد يتكرر وقد لا يتكرر. نبدأ أولاً بالنوع الأول من القسم الأول، وهو حذف ألف جمع المذكر السالم. في القرآن الكريم لدينا كثير من الكلمات على صورة أو على صيغة جمع المذكر السالم: الصالحين، متقابلين. جمع المذكر السالم الذي فيه ألف، جمع المذكر السالم الذي فيه ألف، اتفق شيوخ النقل على حذف ألفه وما ألحق به إذا لم يكن مهموزا أو منقوصا أو محذوف النون أو بعد ألفه تشديد مباشر أو مفرده على فعال أو فعالي أو فعالي. أعيد مرة ثانية هذه القاعدة: اتفق شيوخ النقل على حذف ألف جمع المذكر السالم وما ألحق به إذا لم يكن مهموزا. متى؟ إذا لم يكن فيه همز، وإذا لم يكن منقوصا، وإذا لم يكن محذوف النون، أو بعد ألفه تشديد، أو مفرده على فعال أو فعالي أو فعالي. مثل ماذا؟ العالمين. لو فتحنا المصحف يا أبنائي على سورة الفاتحة، نفتح المصحف على سورة الفاتحة ولننظر إلى كلمة العالمين من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هل الألف هنا من كلمة العالمين مثبتة أم محذوفة؟ محذوفة، ليست مرسومة في الكلمة، ليست مثبتة، وإنما وضع علماء الضبط وضعوا ألف إشارة صغير للدلالة على هذه الألف المحذوفة. هل فهمتم يا أبنائي؟ نعم. بارك الله فيكم. ومثل كلمة الصالحين أيضا، حيثما جاءت في القرآن الكريم، وكلمة متقابلين. استثني من هذه القاعدة كلمة داخرين في سورة غافر، فقد رسمت بإثبات ألفها. لو فتحنا يا أبنائي سورة غافر، قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظتم هنا الألف من كلمة داخرين، الألف مثبتة، مع أن داخرين ماذا؟ جمع مذكر سالم، والقاعدة أن جمع المذكر السالم تحذف ألفه إلا إذا كان من الأشياء التي ذكرناها في الاستثناءات. واضح يا شباب؟ إذن هذه الكلمة استثناها أبو داود، ولذلك نجدها في المصحف الشريف مثبتة الألف. طيب، نأتي الآن إلى المهموز. إذن نحن قلنا أن ألف جمع المذكر السالم تحذف إلا إذا لم يكن مهموزا، إذا لم يكن مهموزا. المهموز مثل ماذا؟ مثل كلمة آمنين، كلمة آمنين. المهموز طبعا يختلف أو له أنواع أيضا، هناك مهموز الفاء ومهموز العين ومهموز اللام. طيب، مهموز الفاء مثل آمنين، مهموز العين مثل ماذا؟ مثل خائفين. لو نظرنا في المصحف إلى هذه الكلمات سنجد أنها مثبتة الألف. طيب، مهموز العين وقع فيه الخلاف بين المصاحف المدنية والعراقية، هل هو محذوف الألف أو مثبتة الألف؟ والعمل في مصاحفنا على ماذا؟ على إثبات الألف، إلا في بعض الكلمات التي حذفت ألفها على ما اختاره أبو داود، وهي كلمة التائبون، السائحون، الصائمين. هذه الكلمات استثناها
أو اختار أبو داود فيها الرسم بحذف الألف. طيب نأتي بعد ذلك إلى مهموز اللام. مهموز اللام، ما المقصود بمهموز الفاء ومهموز العين ومهموز اللام؟ يعني أن الكلمة إذا وضعتها على الميزان، كلمة آمنين إذا وضعتها على الميزان الصرفي كيف يكون وزنها؟ آمنين، الهمزة هنا وقعت في فاء، في فاء الميزان، لأن الوزن يكون فاعلين. واضح يا شباب؟ آمنين لما نوزنها كيف تصير؟ فاعلين. كلمة خائفين لما نضعها على الميزان كيف تصير؟ فاعلين. إذن هنا الهمزة جاءت في مكان وين؟ في مكان العين، مقابلة للعين. واضح؟ ولذلك نقول هذه الكلمة مهموزة العين، خائفين، فاعلين، إذن الهمزة مقابلة، مقابلة للعين. واضح؟ طيب مهموز اللام، مهموز اللام مثل ماذا؟ مثل الصابئين، لما نضعها على الميزان أيضا تصير إيش؟ الفاعلين، صابئين، فاعلين. إذن الهمزة مقابلة لماذا؟ مقابلة للام، ولذلك نسميها مهموزة اللام. مهموز اللام جاء في كلمات في القرآن الكريم، وهي الصابئين، الصابئون، خاسئين، لخاطئين، خاطئين، من الخاطئين، فمالئون. هذه الكلمات رسمت بحذف الألف أيضا، عدا الكلمتين الأخيرتين وهما من الخاطئين بسورة يوسف عليه السلام، وفمالئون بسورة الواقعة. انتهينا الآن من المستثنى الأول من جمع المذكر السالم، وهو المهموز إذا لم يكن مهموزا. إذن ألف جمع المذكر السالم محذوفة في الرسم العثماني إلا إذا لم يكن إذا لم يكن مهموزا. طيب سنتحدث إن شاء الله تعالى عن المستثنى الثاني من حذف جمع المذكر السالم، وهو المنقوص، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.